شو لصة؟ في مشكلة؟ والله ما بعرف شو صاير، طلعت بسرعة البرق. يا الله دخيلك. ايه شو لوين رحت؟ بدي احكي مع المعلم كمال. خير احمد، شو صاير؟ اخي عطلت معي على الطريق، يا دوب مشيت 50 كيلومتر ويمكن اقل. اكيد في مشكلة، هلا منشوف. شاكر، رجع له المصاري لأحمد. بس مثل ما سمعت، شو القصة؟ شو فاتح جمعية خيرية أنا؟ آه؟ رح تقطع برزقنا شاكر، هذا اسمه نصب، رح تنزع سمعتك. انت عم تكب زيت على النار وهالنار ممكن تحرقك. انا؟ عن جد؟ اللي بالله شو استفدت من شغلك نظيف بكل هالسنين؟ معقول ترجع له المصاري؟ كيف مفكر العالم عم تطالع مصاري؟ اه؟ اصلا كل الدنيا هيك ماشية بهالايام. بس أنا مو هيك علمتك. أوهو علينا، شو لزوم هالحكي هلأ؟ أنا شريكك مالي شغيل. بس أنا علمتك كل شي شاكر، ومن بعدها صرت شريكي. بس شكلي غلطت غلطة عمري. مو مشكلة، بسيطة. حسابك عندي يا كمال، بتشوف.
ايه وبعدين معك شو؟ وبعدين مع هالحالة ما بقى فيني اتحمل. شو قصتك؟ خلص انسي الموضوع. خلص طفح الكيل معي يا كمال، رح جن رح جن. يا ربي دخيلك، ليش حطيتي المرة براسك؟ رح تدفع ثمن هذا الشي، عم تسمع كمال؟ رح تندم. شو رح تعمل هلأ؟ رح لاقي حل. كترت الديون عليك، هالزلمة ما بيمزح معه، يعني حتى لو بعت حصتك ما رح تكفي لسد كل الديون اللي عليك. وإذا بعنا كل المحل؟ شو؟ كل المحل؟ ليش الختيار مو شريكك؟ ما بتعرف، ممكن تصير شي قصة ويعطيني حصته. كيف يعني؟ أنت طول بالك، وكل شيء له حل. أمي 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 ماما ساعديني أمي، طالعيني من هون كرمال الله. أمي 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 ساعديني. كنان شبك ابني؟ كنان ماما أنا حلمت إنه بيتنا انهدم. تمام ابني تمام، لا تخاف بنوب، هي ليكني أنا جنبك، لا تخاف أنا معك، اهدى يلا نام يلا ابني، لا تخاف من شي. مسعود 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 تعال عندي. ايه معلمي امرني. تفضل. شوف خد هدول المصاري على بيت فاطمة، دير بالك. حاضر. وسلم عليها كمان، وإلا إذا لزم أي شيء تخبرني مباشرة. يلا عنا شغل لا تتأخر. أمرك. بسرعة ركود. Thank you.
أخي؟ ما على قلبك شر؟ شو صاير معك؟ أهلين شاكر، ما عاد فيني اشتغل. لك لا تشغل بالك ولا تفكر بالشغل، المهم صحتك هلأ. ايه لكن تسلم، الله حماني، بس بدي ارتاح 3 شهور هلأ. أوه. عظامي مكسرة وجسمي تعبان. رح يكون الوضع صعب. اوهو لا تاكل هم، معقول ما واقف معك بهالظرف هاد؟ لا تشغل بالك. شاكر، ها؟ قدريه ما اجت لهون، اللي خبرتك شي؟ والله ما بعرف الصراحه، بس كانت معصبه كتير. شكلها مو ناوية على خير بنوب. يا ربي دخيلك، الله يستر. المهم هلأ تتحسن، لا تشغل بالك. ايه الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يسلمك. ايه أخي، تعرف ما فينا نوقف الشغل، بدي توقع لي على الوراق. شو هدول؟ هي وكالة مشان أقدر أتصرف، يعني قصة روتينية. طيب أعطيني نظارتي لشوف، يمكن كانت بالجاكيت. مو مستاهل القصة، وقع يلا. تمام. تمام. تمام أخي، ما على قلبك شر. يلا معافى معلم كمال، عن إذنك. يلا اعطيني. هاتي خذي. مسكية. وراكي. يلا زدتلي اياها. مسكي. يلا يلا هات. مسكي. يلا اعطيني. مرحبا ست فاطمة. تفضل. فاطمة باشتورك؟ ايه انا. حضرتك مرته للمرحوم علي باشتورك، وكمان مرت ابنه للسيد نجدة باشتورك، ما هيك؟ ايه. ست فاطمة، بالحقيقة كلفوني كرمال إنهي معاملة الإرث يلي لعائلتكم. مثل ما بتعرفي توفى أبوه لزوجك كمان. عن جد توفى؟ ما بعرف. إي نعم، من 20 يوم، وحضرتك الوريث الوحيد. الوريثة؟ إي نعم. لهيك تفضلي معي على المكتب،
كرمال ننهي المعاملة. انبسطوا يا أولاد، انحلت أمورنا، انبسطوا، ربنا ما بينسى حدا، الحمد لله. أمي رح تقدري تشتري لي بسكليت؟ كل شي، كل شي. الحمد والشكر إلك يا رب، الحمد لله يا ربي. جيتي قدرية حميد، ربك إني أجيت. بالله قلي من وين بدك تدفع كل تكاليف المشفى؟ مالي ناقصك، لا تزيديها. أنت بعت المحل لشاكر وكل شي معك عطيته لهديك المرة، شو رح تعمل هلأ؟ شو هي بعت المحل؟ طبعاً وقعت على الأوراق. ابن الحرام عملها فيني. ايه يا مسعود، ما بعرف كيف وصلنا لهالوضع. ما رح تجي الخالة قدرية؟ شوف، المرأة اللي بتتخلى عن زوجها بالأوقات الصعبة بتكون بلا وفاء، هذا اسمه القدر. وشو رح تعمل هلأ؟ رح أدور على شغل. شو أعمل؟ شو بدي ساوي يعني؟ انت دخلت على المشفى وخلال اسبوع بس كان شاكر بايع المحل. مين اشترى؟ زلمة منيح يعني؟ والله ما بعرف، حتى ما شفته ابدا، ومن لما اشترى المحل هلا ما فتحه. ما فتحه؟ ما حدا بيعرفه. يا ربي دخيلك. عمو كمال، عمو كمال. أهلين وسهلين بحبايبي، أهلين يا روحي. بس كيف؟ شو اللي صاير فاطمة؟ تفضل معي عنا مشوار. لوين؟ شوفي ليش اجينا لهون فاطمة؟ موافق تكون شريكي أخي كمال؟ كيف يعني؟ اشتريت المحل بعد ما ورثت مبلغ منيح، وهات شغلك أصلا النص بالنص، تمام؟ مسعود يلا افتح المحل. تمام أختي. تشرب شاي معلم؟ ليش لا؟ نشرب كاسة شاي.
شاكر؟ شو صاير؟ شوفت عينك، تفضل. ما بعرف شو قلك، الله عاقبني على كل شيء. بترجاك سامحني، بعرف اني غلطت بحقك. شو غريبة هالدنيا هي؟ شفت ابني؟ كل إنسان بيتعاقب على غلطه، ما في شي بدوم. هيك الدنيا علمتني. بس أهم شي تكون نيتك صافية وكل الأبواب رح تنفتح، صدقني. خلينا نكمل شغلنا، يلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.